ولنقاش ملف الوضع الاقتصادي في العراق والاتهامات للحكومة المتعاقبة بالفساد الإداري والمالي، تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا. نبدأ معك من حديث برهم صالح عن تهريب 150 مليار دولار أمريكي خارج العراق. برأيك من المسؤول عن هذا الفساد الهائل، خاصة وأن هذا الرقم رجحته أطراف بأنه ربما أقل بكثير من الرقم الحقيقي، ومن المسؤول أيضا عن استنزاف الاقتصاد العراقي بهذا الحجم؟ نعم، مساء الخير ست سمية. يعني في الحقيقة البلد هنا يعني يقف في مفترق طرق، يعني هذا التراكم والجمود الاقتصادي اللي بكل أصناف المالي والنقدي وبالتالي حتى السياسي، وبالتالي هذه التراكمات منذ 2003 إلى يومنا هذا بلغنا إلى نقطة، هذه النقطة التي وصلنا إليها لا توجد لها حلول سريعة، وبالتالي لا يمكن حل كل هذه المشاكل التي أشرتم إليها في تقريركم سواء كانت عن الفساد أو عن الأموال التي هي خرجت من العراق التي هي تقدر ب 150 مليار دولار كما ذكرتم، وكما ذكر السيد الرئيس برهم صالح في هذا الشأن. يعني هذا يقع كله تحت عنوان النظرية الاستخراجية للفساد بما يخص النفط، وبالتالي هنالك أناس مسيطرين على العملية السياسية والاقتصادية برمتها، هم من استطاعوا أن يعملوا على إخراج هذه الكمية الهائلة من الأموال خارج العراق، وبالتالي أدوا إلى حدوث هذا الفساد. هذا الفساد موجود من 2003 إلى يومنا هذا، ولكن إذا رجعنا إلى المؤشرات سنجد أن هذا الفساد ازداد بدءا من عام 2014 و15 وصعودا الى عام 2021. ولو رجعنا الى ارقام الخاصه بالفساد، يعني ما بين، خلينا ناخذ تقديريه، ناخذ الارقام الفعليه بين السنتين الماضيتين، يعني 2019 العراق محقق من يعني درجه 160 من 180 دوله، وبالتالي في 2020 وبالتالي محقق درجه 21 من 100 بالمقابل وبالمقارنه مع الدول الاخرى التي حققت اكثر من هذا بكثير. نعم. يعني نحن جئنا في مصاف، العراق اجى بمصاف تشاد في هذا الشان، وبالتالي لم نستطع حتى ان نحقق لقمه العيش كما ذكرتم في تقريركم ايضا بالنسبه الى المواطنين. هذا نعم. كان كل سببه الفساد من جهة، وسبب أيضا أن ارتفاع الأسعار أيضا كما ذكرتم هو تخفيض قيمة العملة التي وصل إلى أكثر من 18.5%، وبالتالي أدى إلى زيادة في التضخم وارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار. كل هذا أدى إلى أن يجابه الفرد العراقي والمواطن بشكل عام هذه المشاكل التي نحن في صددها، أدت إلى تخفيض الرفاهية الاقتصادية للمواطن. نعم. تسجل المؤشرات إلى أنه 15% من رفاهية المواطن من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت. في هذا السياق يعني بالحديث عن انخفاض الرفاهية، تحدث برهم صالح صراحة بأن هناك خلل بنيوي في منظومة الحكم. انطلاقا من هذا التصريح، ما سبل الحد من نهب أموال العراق واستعادة هذه الأموال الموجودة في الخارج؟ نعم، يعني أيضا يجب أن ننتبه هنا لهذه النقطة. يعني في هذا الوقت ونحن في يعني في يعني حوالي شهرين قبل أن تبدأ الانتخابات، يعني جاء هذا التصريح جدا يعني متأخر. مشروع قانون استرداد الأموال من قبل الفاسدين الموجودة خارج العراق، وبالتالي تحويل هذا القانون إلى مجلس النواب في هذا الوقت، في حقيقة الأمر هي حكومة يجب أن تكون يعني حكومة الآن هي تصريف أعمال، وبالتالي يعني سوف لن تستطيع أن تعمل على سن قانون وتشريع قانون استرداد الأموال. يعني هذه الحكومة هي من 2018 إلى يومنا هذا قد حدث طارئ وتم تغيير بعض الأشياء أو بعض المناصب،
بغض النظر، ولكن من 2018 إلى يومنا هذا هذه الحكومة هي ذاتها، وبالتالي جاء تصريح السيد برهم صالح متأخر. متأخر في يومنا هذا قبل الانتخابات بفترة جدا قليلة باسترداد أموال وبالفاسدين. في هذا السياق نبقى مع اعتبارك تحدثتي للانتخابات، كان وزير التخطيط الحالي أكد بأنه لا موازنة للعام المقبل قبل الانتخابات المقبلة، وخطط التنمية تعاني من خلل تطبيقها بحسب تعبيره. كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح؟ نعم نعم أكيد أكيد، يعني إحنا عندنا هذه التراكمات كما أشرت عليها في البداية، يعني هي من 2003 إلى الآن، بالتالي أنه كل وضع موازنة في كل سنة إحنا نجابه هذه المشكلة، وبالتالي العراق يعني من 2003 ل 2021 لم تتغير عليه الأحوال ولم تتغير عليه الوجوه الموجودة سواء التي تقود العملية السياسية أو الاقتصادية، فإذا المشكلة هي واحدة وذاتها، وبالتالي سوف لن يحدث أي تغيير. بالتأكيد سوف لن تكون خطة، والحال هو كانت لازم خطة موازنة 2022 يجب أن تكون منذ شهر السادس من 2021، يجب أن يكون قد وضعت لها الأسس الأولى، وبالتالي في نهاية السنة يجب أن نكون قد خرجنا بموازنة. يعني حتى وإن كان يوجد انتخابات هذا لا يعني، يجب أن تعمل الدولة في كل مفاصلها حتى ولو كانت تصريف أعمال أو غير ذلك، ولكن الحال إلى الآن لم يوضع أي شيء، لأنه هذا يتم على أساس فيما بعد حتى ينظرون كيف ستكون الأموال وكيف ستجنى وتقسم وإلى آخره، ومن سيأخذ من من. شكرا جزيلا لك، أشكرك الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى بالكبيسي، كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.